عليكم السلام حبيبي، شو اخبارك؟ الحمد لله الله يخليك. اليوم صار عندكم اكثر من نوع من اللحوم، عندكم المقرمش وعندكم صدر الدجاج وعندكم اللحوم المفرومه وطبق العجل اللي موجود، هاي كل اللحوم اللي عندكم. شلون شفتوا اليوم اقبال العوائل العراقيه بمعرض بغداد الدولي على اللحوم وبيع اللحوم المباشره؟ نعم تفضلت، اكيد عندنا جميع اللحوم والمصنعات، الدجاج اكيد، اللحوم اليوم تتعرف كل بيت عراقي ما يخلى من اللحم بالمارك العراقيه المقبول الشعبي مالتنا. عندنا اللحم الطبق والعجل وساق العجل وحبل الظهر، وتعرف انت بعد اليوم الشعب العراقي بمتكون من عائلته، يعني يشتغل عراقي ويشتغل مستورد، المستورد لحسب رخص السعر مالته يشتغله هذا الشيء. اللحوم عندكم والاسماك المجمده، الاسماك المجمده كم نوع عندكم من الاسماك؟ عندنا اسماك، هذا السمك المسحب الفيليه وسمك الفراشه، هذا درجه اولى طبعا، هو ستاندر، هذا السوق المميز، السمك الفراشه هو رقم واحد في السوق. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحه؟ الله يخليك يحفظك. لاحظ اليوم اكو شركات للحوم صارت بكثره، واكو اللحوم صارت استيراد، اكو شركات بالمحافظات العراقيه واكو شركات ببغداد. شنو اليوم عن اللحوم مالتكم؟ هل هي لحوم مستورده ام عندكم معامل تنتج هاي اللحوم؟ لحومنا مستوردة من الهند، دولة الهند، بس هي كمعاملنا احنا خاصة بينا، والحمد لله والشكر احنا صارنا تقريبا اكثر من 15 سنة بالسوق العراقي.